صباح الخير وميت اهلا وسهلا بالاصحاب. اوكي، في كتير ناس عم بيشكوا بيقولوا انه خلي الترجمات تكون في وقت تاني غير موعد يوم الجمعة عشان بث الراديو، لانه ماشيين بمواضيع مش قاعدين نخلص فيها. فبوعد ان شاء الله ححاول ان اليوم تكون اخر مرة انه الترجمة تكون في موعد بث الراديو، وبحاول اعمل الترجمة بعد المقابلات على اساس انه نفرغ للامور والمواضيع اللي ماشيين فيها. الله يعين عليها قد ما هي كتير بصراحة. فمثل ما شفتوا قبل كم من يوم عملت مقابلة، يعني أنا كتير محظوظ أن عملت مقابلة مع واحد من أهم العلماء في العالم اسمه دان وينتر. هلأ هذا الزلمة بصراحة مش عارف شو أحكي لكم. قبل ما تبلش المقابلة، قبل ما أشبك معه بدقيقة، دخلت في حالة، في حضرة هيك، ما بعرفش، في ترانس كيف ما بعرف، وكأني مش عارف مع مين قاعد عم بتواصل. أنا مين هذا البني آدم اللي عم بتواصل معه؟ فقبل ما تبلش المقابلة بدقيقة دخلت بزي حالة من الترانس. مشيت المقابلة، طول المقابلة وأنا داخل في هاي الحضرة في هاي الترانس، جسمي كله مرخي، حاسس بشعور بصراحة إنه ما بقدر أوصف لكم إياه. وبس خلصت، يمكن كان مبين على تعبير وجهي كمان بالمقابلة، وبس خلصت بس سكرنا مع بعض، ضليتني فيها لفترة. فإنسان مميز كتير بدون شك، بدون مبالغة، من أهم العلماء في العالم. الحكي اللي حكاه صراحة ما بعرف كيف ممكن نترجمه، يعني رح أحاول أنا أقرب قدر الإمكان بطريقة إنه اللي نقدر نفهمها مع بعض، بس كل كلمة بحكيها، كل مصطلح بحكيه بحد ذاته عبارة عن عالم. فخلينا نشوف شو هيطلع معانا، وإن شاء الله جايين في المستقبل بشغلات مثل هيك كمان. فيعني فشغلي زي ما بقولوا بالأجوبة اللي جاوبني إياها، بس بنفس الوقت فتح لنا ألف باب للبحث وجايين فيهم. anyway خلينا نبلش. هلا بالمقابلة أول سؤال سألته إياه، قلت له طبعا لأنه إحنا قاعدين بنركز على هذا الموضوع، فسألته أول سؤال قلت له بالنسبة للبحث اللي أنت ماشي فيه، شو التيك اللي عندك، إنه إيش وجهة نظرك والنتيجة اللي وصلت لها بالنسبة لزيادة صحة الإنسان وبالنسبة لعلاج مرض السرطان بشكل خاص للحالات المتقدمة. هلا الحلو في الموضوع انه مثل ما حكيت لكم قبل، في كتاب اسمه The Ophanic Revelations، كاتبه مش دان وينتر، كاتبه صديق لإله، بس هم التنين بيشتغلوا مع بعض، صديقه اسمه فينسنت بريدجز. فانا من فترة بسيطة رجعت لسه قاري الكتاب مرة تانية، فقريته المرة الاولى يمكن من 5 سنين، ووقتها يمكن ما كنتش حاضر ما انا حاضر هلا، فقريته هلا مرة تانية وكتير تكشفت لي امور جديدة. The Ophanic Revelations معناتها هو بيسكلي انه كيف الطرق، قلت لكم كيف طرق التواصل مع الملائكه اللي كانوا عم بيحاولوا يوصلوا لها من خلال العلم حتى يساعدوا الكره الارضيه في النقل اللي حتصير فيها خلال الفتره الجاي. فقبل ما نبلش المقابله انا كنت ذكرت له انه قريت الكتاب وتحدثنا فيه شويه. فالسؤال الاول كان جاي من خلال خلينا نقول من خلال هذا الكتاب، عشان هيك اللي بتشوف الاجابه اللي ببلش فيها. طلع هلا السؤال زي ما قلت له، according to your research اللي أنا كتبتها في الفيديو، what's your take on improving health and the treatment of cancer، إيش رأيك بالنسبة لزيادة الصحة وبالنسبة لعلاج السرطان؟ Starting with the ophanic idea, we see that the plasma clouds which are interstellar really are self-aware potentially. يعني هلا من اول جمله خلص خوتنا، انتهى الموضوع. يعني بقول لك starting from the ophanic revelations او ophanic idea، يعني انه اذا عم نحكي في الموضوع من نطاق حديثنا في مجال الملائكه، فالبلازما كلاودز، يعني شوف عم بحكي قاعد في كلاودز، في زي الاعاصير المكونه من البلازما من الطاقه، تمام؟ they are self aware. سيلف اوير يعني انه في عندهم وعي. كيف احنا في عندنا وعي داخل الجسد، انه انا مثلا هاي الجسد تاعي وانا الوعي اللي هي الروح تاعتي موجوده في هذا الجسد وعندي وعي. ببلش من هاي النقطه انه البلازما كلاودز هاي اللي موجوده هي نفسها البلازما كلاودز، هي الاعاصير المكونه من البلازما من الطاقه، سيلف اوير، في عندها وعي، اللي هي طبعا هذه طريقته بالفيزياء اللي يحكي كلمه الملائكه. And many of the plasma universe scientists agree and believe in angels. Actually, physicists who are studying plasma, many of them believe in angels. بقولوا كتير من علماء الفيزياء هلا صاروا يؤمنوا بالملائكة من خلال دراستهم لهاي البلازما كلاودز اللي عم بيشوفوا إنها سيلف أوير، في عندها وعي، عم تتصرف بوعي، مش إنه إشي جامد جماد.
Beautiful. And that leads us to what makes plasma intelligent or self-aware. So هاي الأعاصير المكونة من البلازما اللي الظاهر فيها عندها وعي, كيف عندها هذا الوعي إنه من وين جاي؟ Okay. And you know, obviously the Ophina Menochian story with John Dee was. هل هاي قصة لحالها كمان دي؟ Enochian story, Enochian story اللي هي قصة جون دي اللي هو كان مستشار كوين إليزابيث, بحكي لكم عليها بتفصيل بعدين, اللي هو أصلا هو وصديق له اسمه أدوارد كيلي تواصل وقتها مع الملائكة, ومن خلالها طلعوا لانجوج جديدة, لغة جديدة سموها الإنوكيان, وانبنت عليها علوم لدنية كثيرة. هلا في ناس استخدموها بالصح وفي ناس استخدموها بالخطأ, وفي مدارس نورانية انفتحت من خلالها, وفي شغلات زي ما حكينا خطأ استخدموا الرموز بالطريقة هاي. فهذا الحكي موجود كثير بالكتاب هذا The Ophanic Revelations. اخ وفي كثير يعني في كثير حكي عن الموضوع, بقول لكم كل كلمة هون عم بحكيها هي عبارة عن بتفتح أبواب علم لحالها. In part about their alphabet, Ophina Menochian, which we now know is a shadow of symmetry domains, which. هون بحكي إنه كيف اللانجوج اللغة هاي هي عبارة عن زي كأنه ظل, كأنه إحنا بنجيب شكل هندسي معين, وهذا الشكل الهندسي مبني على العلوم الرياضية والهندسية الطبيعية, ومن خلال تغيير زاوية هذا الشكل الهندسي بيطلع معانا أشكال معينة كظل. يعني تخيلوا جبت الشكل أنا صرت أدوره, ومن خلال تدوير هذا الشكل بتسليط الضوء عليه بيطلع عندي ظل لهذا الشكل. كل زاوية بتعطيني حرف من الحروف اللي استخدموها باللغة الملائكية اللي هي سموها الأونوكيان لانجويج. Enable them to implode. مش طبيعي. اسمع, enable them to implode. يعني هلا بتعرفوا في الإكسبلوجن اللي هو الانفجار, في الإمبلوجن اللي هي عملية الشفط. هلا الإمبلوجن اللي هي كيف إنه بتصير عملية الشفط, يعني أقرب لكم الموضوع. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لما إجا الملك وقال له اقرأ اقرأ اقرأ, تمام, وبعدين كان بعد كل كلمة اقرأ كان يضمه لما إجا سيدنا جبريل عليه السلام, ولما يضمه بقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحس وكأنه عم بنعصر عصر, وكأنه ضلوعه عم تتكسر من عملية العصر. هل عملية العصر هاي هي الإمبلوجن اللي هي زي وكأنه الإنسان عم بيستقبل معلومات من المصدر العلوي بشكل مركز جدا في لحظة واحدة, اللي هي عملية الإمبلوجن. هل الإكسبلوجن اللي هو زي ما حكينا الإنفجار, الإمبلوجن اللي هي عملية الشفط, الإكسبلوجن اللي هي طاقة الذكر, الإمبلوجن اللي هي طاقة الأنثى كمان, الموجب والسالب, الطاقة الموجبة والطاقة السالبة, موضوع كمان مفصل كتير. فهون بحكي إنه يعني بحكي على عملية الشفط اللي هي استقبال المعلومات من خلال المصادر العليا هاي. Hypercube symmetry just means tilt those charged donut toroid domains in such a way as to cause implosion, which is called phase conjugation or visualizing how pine cones kiss noses, as we often use that metaphor. Okay. And pine cones kiss noses, اللي هي عندنا مخروطين بكونوا الراسين لامسين بعض, والطاقة مثل الدوامة, بتعرف كيف الدوامة تمشي بتمشي 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 من هيك, بتكون من فوق كبيرة وبتصير تصغر 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 تصغر, توصل للنقطة اللي هي نقطة الشفط, بعدين ترجع بتكبر مرة تانية للمخروط الثاني. And that then leads to your main question, which is about, you know, healing fields. Yes. That once we understand kind of the universe is a cloud of charge, 99.99% of the universe is plasma, according to conventional physics, then the simple question is, well, how does a cloud of charge become, you know, able to talk to you, self-aware? يعني علماء الفيزياء هلا صاروا يعرفوا انه 99% من الكون هو عبارة عن بلازما كلاودز, واذا البلازما كلاودز مثل ما بحكي هي نفسها الملائكة وهي نفسها اشي عايش عنده وعي, فكيف ممكن نحكي معاها؟ Okay. And actually many people who have had telepathy experiences with ball lightning would agree you know when these the donut vortex ball lightnings you can talk to them and they respond. And we realize that enlightening is much like that as well. So, في ناس أكيد بطوروا هاي القدرة وبصيروا يقدروا يحكوا مع هاي البلازما كلاود ويتواصل معهم. Oh, and there's a lot of mythology around that. So we're beginning to understand how to make a cloud of charge self-aware, negentropic, able to organize itself, and therefore heal, actually. And so I have some visuals about that, but we can talk about that. So من خلال هذا العلم هل هم عم بتوصلوا لطرق إنه كيف يتواصلوا مع هاي البلازما كلاود ومن خلالها ينشئوا الطاقة الشفائية بالنسبة للأمراض؟ Yes. Well, the يعني كيف الواحد كأنه بيعمل تأمل, بيعمل حضرة كتير 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 قوية, بيستحضر فيها
يعني انه هي الكلمة كبيرة، بس بعرف انه الكلمة كبيرة، بس بستحضر فيها الوجود الملائكي، ومن خلال هذا الوجود بيصير فيه يعني التغيير في طاقة الإنسان من ناحية المرض أو من ناحية أي شيء تاني كمان الواحد عم بيحاول يوصل لإله. The concept of longevity is for an electrical engineer in physics quite simple. Yeah. هون بحكي على اللونجيفيتي، وهذا جايكم فيه كمان على فكرة بكتاب فول كانيلي اللي هو بيحكي عن علم الخيمياء. فاللونجيفيتي اللي هو بيحكي فيه انه كيف عملية اللي هي ابطاء او ايقاف عملية شيخوخة الجسد بيسكلي، اللي هي وصلوها كتير من علماء الخيمياء، أولهم ثوث اللي هو سيدنا إدريس عليه السلام، من خلال يعني هاي العلوم اللي هو علماء الخيمياء. Remember that famous Sufi movie, Gurdjieff movie, Meetings course, with yeah. Remarkable Men. Course, yeah. كان فيلم جورجيف طبعا كلنا بنعرفه. The Sufi who could make the best echo was obviously the best saint. Mm-hmm. And actually that's a good metaphor for the physics, which is simply that you know, electric charge domains like your aura, for example, mm-hmm. become sustainable like a perfect echo mm-hmm. under certain circumstances in correct geometry. And that geometry is illustrated by how indigenous people design burial grounds. The Hopi, for example. Okay. Karatkov went with the Hopi yeah. To, yeah, yeah. You know, the famous like story. Life, the book, right, yeah. To measure the fractality of the air where. هذا كمان كتاب تاني لازم نشرحه بالتفصيل. بحكي عن كتاب كوريتكوف وبحكي عن مناطق الولادة ومناطق الموت والحياة كمان، اللي هي الواحد وين الواحد مثلا لازم ينولد وين الواحد لازم إنه لما يموت ويندفن. في مناطق بتكون طاقتها مثل الوردة، بتكون فراكتل بسموها، فهاي بتساعد الروح على الدخول والخروج بشكل وهي مرتاحة. كوريتكوف العالم الروسي كيدت كوريتكوف في كتاب اسمه Light After Life عمل بحث مفصل في الموضوع، درسوها بأجهزة قياس كهرومغناطيسية وفحصوا الأورا بتاعت الجسم في لحظة الموت ولحظة خروج الروح والأمور هاي، إشي مو طبيعي. برضو هذا لحاله يعني بدنا ساعة كاملة نحكي فيه. They could make phone calls to ancestors yeah. and we learned that charge implosive or harmonic inclusion. كيف كانوا يتواصلوا مع الانسيسترز اللي هم الاجيال السابقه. It was measured with capacitive coupling and power spectrum. The air that's imploding electrically, which is to say distributing charge perfectly, mm-hmm. is perfect for burial grounds and phone calls to ancestors, and therefore a good place for birth or death, like Stonehenge or Machu Picchu, where magnetic lines converge and implode. They embed in what's called longitudinal electromagnetics, which is kind of DNA radio compressional wave. So rejuvenation or sustainability or immortality, however you want to put it, is basically an electric field that is a perfect echo. And يعني بحكي إن هاي العملية إنه المحافظة على الجسد من خلال هذا المجال، من خلال وجوده في منطقة بتعمل صدى مثالي للطاقة. خلاص إنه ما بيكون في يعني كيف الاحتكاك، إنه ما في احتكاك، ما في إشي بضيع، الصدى برجع لنفسه بطريقة perfect 100% مثالية. To make that field sustainable, and we think we have defined sustainability in general as the negentropy that results from charge implosion, which is basically a fractal field. اللي هي بتعمل fractal field. الفراكتل لازم أفرجكم إياها بالصورة، إنه كيف عملية تكوين الشكل بيبني على بعضه، مبنية على علم الرياضيات والهندسة اللدني، العلوم النورانية كلها مبنية على هذا الكلام. مش طبيعي بصراحة يا جماعة، بعرف إنه ومستحيل الشرح ومستحيل الترجمة تكون كافية، يعني هذا ألف باب علم محطوطين بنص ساعة بس، يعني هنا ماشيين. So if you visualize a rose or a pine cone, you see the geometry of an imploding electric field. And by designing that electrically, كل هاي الأمور لما تكون بشكل هندسي بشكل إنه فراكتل 100% تعمل طاقة الأنثى أو طاقة الشفط بتكون خلاص ماشية ماشية بشكل هالمثالي زي ما حكى، صدى مثالي بدون ما يكون في أي ضياع للطاقة، وبالتالي بتم الحفاظ على الجسد بشكل مثالي. والعلماء مثل وأولهم سيدنا إدريس عليه السلام ثوث بالعلوم الفرعونية، وحكاها بالإمرال التابلت، حكينا عليها أكثر من مرة، وهلا حتى بسأله على التمرين اللي حطيت لكم اياه تبع اللي هو الشمال جنوب جنوب شمال، وشوفوا اجابته كيف تكون. We think we've been able to help people. Now, you know, there's a lot of natural sacred spaces and they do help create electrical sustainability for your aura.
And we have a technology, Therify.net, which makes plasma, which we're achieving rejuvenation and helping people in 20 countries, pain among other things. The pure physics behind your question is perhaps the most important thing. And in physics, time reversal was measured in one case only, and that was in the case of what's called phase conjugate optics. So if you take lasers and cause them to oppose each يعني هو مستحيل بصراحة يترجم هذا الموضوع بشكل مفهوم 100%, بس phase conjugate optics اللي هي كيف الموجات بتركب بعض بطريقة نفس الشيء انه كيف الليزر بكون. فهون عم بحكي على التجارب عملوها اللي هي بعملية فحص عكس الزمن. بعرف والله بعرف. Each other and kiss noses like pine cones very accurately, angstrom level accuracy, within a media called a phase conjugate mirror, which we now know is a super high dielectric like barium strontium titanate or potentially the cobblestone of the Muslims. Okay. بحكي على الأماكن اللي فيها هذا الـ perfect harmony. حكى على مجموعة أماكن, واحدة منهم الكعبة هلا ذكرها. Which was the Ark of the Covenant, which was rather the philosopher's stone or the projective powder. That super high dielectric implosive capacitance steers the converging philosopher's stone, by the way, هو لما حكى هاي الكلمة هون قصده على الحجر الأسود. Flux lines of those lasers kissing noses accurately to precise a Planck level implosion, which brings up my equation, golden ratio multiple. عم بضل يركز على كيف لازم نوصل لدرجة إن 100% نوصل للفيز كونجيجيشن الهارموني 100% حتى نعمل طاقة الشفط الامبلوجن بشكلها المثالي بدون ما يكون في أي ضياع للطاقة, وهذا الإشي اللي عم نحاول نوصل له. Most times Planck produced this equation called origin of biological negentropy, the frequency signature of every living thing that's emerging from chaos, photosynthesis, Earth year, Venus year, galactic year, etc. It's on the cover of my book at fractalfield.com. So when physics measured time reversal in phase conjugate optics, they were very clear later, actually, that time reversal had a pretty limited meaning. Okay. They saw a wave system go back into the past only if it was moving toward increased order. لما عملوا تجارب فعكس الزمن, يعني الزمن يرجع لورا, لاحظوا انه كانت تزبط معاهم بس في الحالات اللي كانوا يرجعوا الموجة بالزمن لورا لا increased order, يعني انه بيصير في تناغم وترتيب اكبر وافضل, يعني ما بترجع للكيوس. الكيوس اللي هو العشوائية, الاشي الغير مرتب, فانه بترجع الموجة بالزمن لورا بس اذا كان في تنظيم اكتر. برضو بعرف موضوع كبير. So for example, in physics you can time reverse rusted steel back to unrusted steel. مثال كتير حلو, يعني بالفيزياء بقدر ارجع عن حديد مثلا في عليه صدى, برجع على حديد ما عليه صدى, بس ما بقدر ارجع, بس ما بقدر اعمل العكس, يعني هلا الحديد اللي ما عليه صدى هو المنظم اكتر, فبقدر ارجع الموجة لورا بالطريقة هاي, بس بقدر ارجع مثلا من حديد مثلا ما عليه صدى ارجعه لانه يكون مصدي, لانه احنا هيك بنكون رجعناه لحالة disorder. But you cannot do the reverse in physics, which means you cannot time reverse toward disorder. You can only time reverse toward increased order. Okay. Now that becomes very profound when we study time reversal and making stem cells with phase conjugate plasma, for example. So this is a field that we're studying deeply. We have partners in stem cell research and phase conjugate optics, and our plasma system, Therify.net, is being used in very advanced experiments because we think we have a beginning of the knowledge of what is time reversal. And finally, just... بلش يكونوا هلا معلومات منيحة في عملية عكس الزمن بتجاربهم طبعا. To comment in a traditional way, you know, in the Bible, when they said they would raise a Shem unto the Lord, and that was mistranslated, the word Shem became the word shaman, and alchemy, chemistry, access to a black hole, Shem. What they meant was they were going to make an electric field that reversed aging. Okay. Which Zachariah Sitchin translated Shem to mean highward firestone, implosive capacitance. It would also reduce radioactivity, as did the Ark of the Covenant. So, the ancient Sumerian is full of conversations about
the desperate need to produce. يا حرام عم بحكي قاعد هلا على المعلومات اللي موجودة في الحضارات في الحضارة السومرية وطبعا موجودة في التوراة والعلوم القديمة كلها اللي كانوا بيحكوا فيها على الارك اوف كوفيننت واكثر من شغلة. كلمة شم هون بحكي اللي هي ترجمت لكلمة شامن بس هو بيقول هاي الترجمة ما كانت صحيحة. فهي كانت تعني انه من خلال طبعا بالمفهوم الفيزيائي الكاباسيتنس بيكون في بالعربي بيقولوا تكثيف مكثف كهربائي اللي هي الكاباسيتنس بيصير من خلال عملية الامبلوجن عملية الشفط. فالتيار الكهربائي بيصير يعكس عملية نفس الشيء يعكس عمر الجسد. فهذا الاشي اللي كانوا يشتغلوا عليه من ايام الحضارة السومرية كان موجود هذا الحكي. The time reversal field, which we think the عملية عكس الزمن. Those famous Egyptian light bulbs in the cartouche were, which are a shadow of what Therify.net is now, a time reverse rejuvenation field. So there you go. Well, the time reverse rejuvenation field. كيف نعمل مجال كهربائي حتى يعكس الزمن؟ وهذا الإشي بالنسبة له هو عم بحكي إنه كيف نستخدمه صحيا تمام حتى نعكس الأمراض في الجسم. يعني شوفوا هذا الحكي كلياته هذا جوابه للسؤال اللي هو انت بالنسبة على تجاربك حاليا شو احسن شيء انت بتشوفه لعكس المرض في الجسم. فاجابته دخلت في الملائكة في البلازما فيلدز دخلت في عمل المجال الكهربائي والمغناطيسي اللي بكون بيعمل عملية شفط مثالية فراكتاليتي مثل البردة بتكون شكل هندسي مثالي رياضيات بشكل مثالي ومن خلال هاي الامور كلياتها منكون مجال بعكس الزمن جسديا من الكايوس اللي هو عدم التنظيم اللي هي المرض للأوردر اللي هو الوجود الجسدي المثالي. فشوف هالإجابة شو بدي أحكي بصراحة. So much research, unbelievable. There's an exercise in the Emerald Tablets that speaks of immortality. It talks about like aligning yourself to the north and south, like putting your head to the north and your legs to the south, and then reversing it for an hour each. And that's supposed to like balance the electrical fields of the body. And Thoth in the Emerald Tablets, he speaks of immortality this way. So what's your take on that, Dan? هلا هون سألته على التمرين اللي حطيت لكم إياه اللي هو بناء على الإمرالد تابلتس إنه بنام أنا ساعة راسي للشمال ورجلي للجنوب وبكون تركيزي على الجزء العلوي من جسمي بعدين بنام راسي للجنوب ورجلي للشمال وبكون تركيزي على الجزء السفلي من جسمي. فقلت له إنه هذا يعني الموازنة جسمنا مغناطيسيا مع الكرة الأرضية المجال المغناطيسي تبع الكرة الأرضية بالطريقة هاي بناء على الإمرالد تابلتس. حكى ثوث إنه هذا مزبوط بعكس المرض بوازن الجسم ويفترض بناء على الإمرالد تابلتس انه بيخلي الانسان يضل جسده 100% صحيح بشكل ابدي اذا الواحد عمل ماسترينج لهذا الاكسرسايز. فسالته عليه بقول له انه ايش رايك بالنسبه للموضوع. The ancient native traditions about the sacred four directions is اوكي هشوف ما احلى هالاجابه يا الله مش طبيعي. هلا هذا الحلو في الموضوع اسمعوا هل انت انتبهتوا يعني هل في مقابلات مثلا عملت المرة الماضية مع مايكل جريجر وعملت المرة اللي قبليها مع فيكتور باتريك فيكرز نسأل أسئلة بجاوبوا أجوبة بناء على بحثهم كذا هيك في شغلات تمشي في شغلات ما بتمشي. هل هون هو عم بعطيني الإجابة فاهمين على بعض مش معقول يا جماعة. فأنا سألته هون السؤال بقول له هذا التمرين بناء على ثوث على الإمرال تابلت شمال جنوب جنوب شمال أول كلمة حكاها الـ ancient traditions about the four uniting the four directions. أوكي هلأ عملية دمج الأربع اتجاهات الشرق والغرب والشمال والجنوب هذه محور من محاور علم الهيرماتكس علم النور. الهيرماتكس هو العلم برضو اللي برد لسينا إدريس عليه السلام. هاي الشغلة ما بعرفها الإنسان إلا ما بعرفها إلا الإنسان اللي ببحث بحث عميق جدا. يعني هو حكى هاي الكلمة واضح إنه داخل بشكل إنه مش طبيعي. بعلم الهيرماتكس بيعملوا هذا الشيء انه بيوحدوا الاتجاهات الاربعة من خلال الملك كل ملك موجود على جهة من الجهات الاربعة بيوحدوا هاي الاتجاهات تمام بيصير فيه من خلال عملية يعني نفس الشيء توحيد الطاقة 100% منروح من الاقطاب بيصير في عندنا دمج وتوحيد. فشوفوا كيف الاجابة دخل على طول الموضوع بدون يعني اعطى الاجابة كل كلمة هي عبارة عن كتاب. Very useful physics, actually. Okay. Example being the physics of why the Agnihotra, burning of the living plasma of the butter, ghee, in a capacitor that's imploding capacitor. It was a pyramid-shaped copper or gold cup. And
That was done precisely and very precisely at sunrise, sunset, okay. and ideally also oriented in four directions. And we saw, you know, consistent practice of Agnihotra turn what was a wasteland in Poland into the Garden of Eden, quite literally. The whole area became fertile. And we believe at Bhopal and at Nagasaki, those who did Agnihotra are the ones who survived. Yeah. بحكي إنه الناس اللي ما صارت هيروشيما وناغازاكي الناس اللي أصلاً ما تأثروا بالإشعاعات النووية وبالعكس تحسنوا وعاشوا أحسن هم الناس اللي كانوا عم بيعملوا هذا التمرين اللي هو فيه توحيد لأربع اتجاهات خلال عملية وجود الإشعاع. So we think they were imploding plasma by using phase conjugation by making the four pine cones kiss noses accurately with respect to the four directions. So هلا صار عم بحكي إنه مش بس two pine cones implosions عملية شفط من خلال مخروطين من خلال أربع مخاريط كلها عم بتصير في عملية شفط في المركز طبعا عندنا أربع اتجاهات الشرق والغرب والشمال والجنوب فهدول اللي كانوا بيعملوا هذا التمرين كانوا عم بيوحدوا الأربع اتجاهات شفط مثالي في نقطة المركز هو يعني هم اللي ما تأثروا بالإشعاعات وقتها. Which in physics would be called using a conjugate field to embed longitudinal waves, which are the compressional waves, which implode and make self-organization and negentropy. Mm-hmm. So, your question. Yes. Your field is nominally oriented north-south, which creates a relationship to the plasma center of the Earth and plasma center of the Sun. Yes. And when they all align very accurately in those four directions, for example, sunrise and sunset, the negentropy of that field is increased. Okay. And also at various astrological alignments. So that to use the centripetal centrifugal alignments of your body's north-south and then breathe in phase with that and focus mm-hmm. would increase the implosion and negentropy of that plasma, the living, in religious terms, Holy Ghost or Holy Spirit. Yeah, because thought in the Emerald Tablets literally says that this exercise would allow the person who masters it to achieve immortality. And that's how he did it, essentially, that's how he says it. I've actually seen that some devices that claim healing people from diseases by putting like two metal plates, one over the head and one over the feet while you're sleeping, of course, like next after the feet and before the head. And then they would put an electrical charge to positive to the head and negative to the feet, and then they would reverse it like 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. They would keep reversing the electrical charges this way by using the plates to the head and to the feet. And they claim that they can heal diseases this way. So, what do you think about that? Is it worthy of. هلا هون عم بسألوا أنا على إنه في جهات شفتهم عملوا هاي العملية بشكل كهربائي إنه كانوا يجيبوا زي صفيحة معدنية واحد يحطوها يخلوا الشخص ينام يحطوا صفيحة معدنية فوق الراس بدون ملامسة وواحدة تحت الرجلين برضو بدون ملامسة ويصيروا يحطوا مجال الكهرباء شحنة موجبة للراس وشحنة سالبة للرجلين مثلا يمشوها 5 دقائق أو 4 ساعة بعدين يعكسوها بعدين يرجع يعكسوها بعدين يرجع يعكسوها من خلال هاي العملية بكونوا عم بيعملوا شيء شبيه جدا بالإشي اللي بنسويه لما إحنا ننام شمال جنوب جنوب شمال ونضل نعكس وهاي بقولوا إنه كانت تتعالج الأمراض فسألته قلت له بالنسبة لهاي الأجهزة إيش رأيك بالنسبة للموضوع هل ممكن نستغلها ونعملها من ناحية علاجية؟ It's true that if a pulse geometry is done accurately, PEMF, for example, pulse electromagnetic field therapies, mm-hmm. that pulse rate of reversal could eventually create a harmonic cascade pattern which could become implosive, okay. conjugate and negentropic. Okay. We believe that the accurate pulse geometry required is only possible actually using the precise equation which is the cover of my book, Golden Ratio Exponents of Planck, because charge collapse imploding to the Planck threshold okay. is how gravity is made, it's the cause of gravity and consciousness. So that yes, reversing those pulses. يعني هون دخل كمان إنه بحكي إنه هذا الموضوع له علاقة كمان بقوانين الجاذبية إنه هيك الجاذبية بتصير. يعني اللي عم بحكي فيه قاعد إنه مزبوط 100% هذا الحكي ممكن يكون جهاز علاجي بس بدنا تكون عملية العكس زمنيا مبنية على المعادلة اللي بتتناغم مع الكرة الأرضية. هلا بحكي هلا يعني هلا هو راح يوضحها أكتر. This could be quite useful. But doing it intelligently would require understanding how to use golden ratio phase conjugation to Planck. But that being said,
pulse geometries can create awareness. And he مش بس هيك يعني شوفوا بقول لكم البلس جيومتري هذا كمان ممكن يعمل awareness يعني بيصير الاشي يعني هلا اذا حطيت object جماد خلينا نقول وصرت اعمل بلس جيومتري بطريقة fractal مبنية على golden mean ratio اللي هي 1.618 ممكن هذا الجماد يصير فيه وعي وهي على فكرة عملها عملها كيلي إذا بتتذكر قلت لكم عليه اللي كان يشتغل قبل تسلا حتى سنة 1870 يمكن هيك إشي قبل حوالي 150 سنة فكانوا يلاحظ إنه من خلال الهارموني 100% يصير الجهاز اللي عم بيعمل اللي هو بيكون عبارة عن زي وكأنها كرة معدنية وكأنه في عندها وعي ورجع كررها واحد اسمه ديل بوند هذا تلميذ له موجود حاليا بتعرفوا لازم نعمل معه مقابل هالزلمة فرجع كرر هاي التجربة وعمل جهاز واحد من الأجهزة اللي عمله سموه أعطوه اسم سموه أتلين لأنه الناس السايكيكس اللي كانوا يجوا يشتغلوا حوالي يقولوا هذا الإشي عايش مش يعني إنه عم بحكي معانا قاعد وهي عبارة عن كرة معدنية بس لأنه ماشيين على البلس جيومتري بطريقة صح. Healing. On the other hand, pulse geometries that are incorrect prevent healing. A very practical example would be we've talked many times. If you take the poisonous pulse geometry of fluorescent light out of your child's classroom and instead install sunlight there is a dramatic measured increase هون شغلة رهيبة كمان حكاها فرجي انه اذا بنعمل البلس جيومتري هذا بطريقة خاطئة زي ما بنعمل بضوء بتعرفوا ضوء النيون اللي موجودة في اللي بنستخدمه او لمبات توفير الطاقة هاي مجرد ما نشغلها او النيون مثلا تخيلوا ما نشغل النيون في غرفة صف فورا بنفس اللحظة بنزل تركيز الأطفال بس نشيلها ونحط لمبات عادية بيرتفع تركيزهم هلا ويلهم رايخ حكى على هذا الموضوع هلا بسأل على الموضوع كمان حكى إنه كيف وجود النيون بالغرفة بلغي أو بقلل وجود الأورجون وبيزيد طاقة الديد أورجون اللي هي الأورجون الغير الميت فهون عم بحكي فجأة إنه بدنا نعرف كيف نعمل عملية البلس هذا حتى يكون جيومتريكلي ماشي مع الجولدن مين ريشيو مع الفراكتل مع ال يعني مع العلوم الهندسية وهلا بحكي على الشومان ريزونانس كمان اللي هي ذبذبات الكرة الأرضية. Increase in attention span. What the physics of what created that attention is the pulse geometry of hydrogen itself, the fusion at the core of the sun, and the power spectra, which becomes photosynthesis, which we now know as phase conjugate. So not only can pulse geometries heal, but pulse geometries can also destroy. And understanding precisely what phase conjugation is the only way to know the difference, in my opinion. Yeah. Even Wilhelm Reich talked about this, like the fluorescent lights and its effect on what he called orgone and dead orgone. Yes, Wilhelm Reich was using implosive capacitance, which is the more accurate term for orgone energy. شغل ويلهلم رايخ على طاقة الأورجون بحكي implosive capacitance يعني عنده مصطلح فيزيائي لكل شيء لأنه فاهم كل شيء من ناحية علمية ما بيستخدم مصطلحات عامة. Accurately. And unfortunately, I mean, Wilhelm Reich had many correct intuitions that if you layer. هنا عم بيصحح بعض الأمور اللي موجودة عند ويلهلم رايخ يعني إنه كيف إنه أول شيء حكى المصطلحات الفيزيائية وفرجى إنه كيف ويلهلم رايخ كان شغله مبني على يعني الحدث تاعه والشغل تاعه كان مبني على الأسس كلياتها صحيحة بس إنه وين الشغلات اللي ما انتبه عليها كمان. The conductive and non-conductive material, and then in a concave or convex, particularly concave geometric, that you create a capacitive field which becomes centripetal and therefore creates life, will cause a seed to grow, for example. Yeah. Unfortunately, Wilhelm Reich failed to understand the need for a precise language, and the precise language obviously is electrical engineering. It's the only physics, it's the only really precise language on the planet. Right. So a lot of the Wilhelm Reich people cling to the idea that the concept orgone should not be described electrically, when in fact you cannot know what it is without electrical engineering. Correct. The electrical engineering is that the organic material insulator between the plates of the metal capacitor, he called orgone accumulator, right. The organic material was a specific kind of insulator which is called a high dielectric meaning efficient. هون عم بشرح الأورجون أكيوميليتر مجمع طاقة الأورجون اللي عمله ويلهلم رايخ بطريقة فيزيائية. Capacitance, meaning that capacitor could ring like a bell. The physics is that the
molecular geometry of material that's been involved with life rearranges its molecules to be more fractal because they saw my bumper sticker, get fractal or get dead. Okay. And so the molecules in living material got more fractal, increasing the dielectric constant, meaning the efficiency of resonance of their capacitance, meaning your aura can breathe in a high dielectric material, which is the physics of why it's critical that your house be made of organic material, mm-hmm. and it will kill you if your house is made of only steel and aluminum. It'll literally kill you. Because it's the necessity of the aura to breathe efficiency, which in physics is called high dielectric constant. So if you put these high dielectric materials between the layers of conductive material, like gold would be ideal, mm-hmm. then you implode the capacitance, and that becomes centripetal, and the correct term is implosive capacitance, not orgone. And to reveal and prove the principle, you simply take the power spectra of the weak capacitive field. Anyway, the opposite... Okay, ترجمتها كتير صعبة, بس إنه خلينا نقول ملخص بطريقة إنه ممكن نفهمها مع بعض. المواد العضوية اللي ممكن نستخدمها بالأورجون أكيوميليتر بسبب الشكل الهندسي الفراكتال اللي موجود فيها, اللي هو مثل الزهرة, مثل الكريستالة تاعت الزهرة أو هيك, بسبب هذا الشكل الهندسي بتكون بتجمع طاقة الحياة, واللايرز المعدنية اللي موجودة تعمل عملية الشفط, العكس والشفط اللي هي الامبلوجن اللي بحكي عليه, اللي عم نحكي عليه من البداية. هلأ الترجمة الحرفية شبه مستحيلة في هاي اللحظة, بس يعني بشكل عام هذا هو الموضوع. Instead of that, which is, you know, capacitance, which is precisely fractionating, which would be cubic and create maximum destructive interference, what he called door or dead orgone. Yes. It would be, might be appropriate to note that, you know, when I was young, I studied Reich's other book, The Function of the Orgasm, and sadly, I think he really did not know, because he assumed the cell's ability to release its charge, orgasm, mm-hmm. was simply a way to avoid disease, and was like flushing something down a toilet, actually, mm-hmm. whereas, in fact, he didn't know how the ultraviolet capacitive content of the cellular orgasm, basically, mm-hmm. Could feed bliss, as in Kundalini and Tantra and bliss. Yeah. And there's a whole level of the function of the cellular emissions related to orgasm and other things that Reich really did not know about, and it's sad. In the second part, Cancer Biology, when حكى على كتاب ويلهيم رايخ اللي هو The Function of the Orgasm, اللي هو أصلا صار فيه بنهاية الكتاب The Discovery of the Orgone, اكتشف طاقة الأورجون, أو حكى عنها بنهاية الكتاب. هل هون أنا بذكر له إنه التفصيل اللي حكاه رايخ بكتابه الثاني, الجزء الثاني اللي هو The Cancer Biopathy, اللي هو شرح فيه إيش دور وجود الأورجون في الجسم وعلاقته بنشوء مرض السرطان بالجسم, وحكينا عليه كتير هذا في الماضي بأكثر من فيديو. Biopathy, he speaks a lot about like the overcharge creating cancer in the system, so he talks about this. Yeah. Ah, yes. Well, that's good. We now know so much more. We've measured the microwave content of the spine in Kundalini, and we know it's ADP. فحصل كندليني بالكهرباء. يعني مين عملها هاي؟ Emanation, which is a 1.91 angstrom conjugate dimension, which is how the cell emits its microwave radiance to conjugate broad spectrally to create that pump up the spine liquid, which is the physics of Tantra, Kundalini, and bliss. Wow, amazing. So what would be an advice that you would give people who suffer, because we have a lot of people. انا بحكي له انه كثير في توجه عندنا احنا على الناس على اساس انه نساعد الناس اللي في عندهم مشكله صحيه ومثل هيك, بشكل خاص مرض السرطان, فبساله بقول له ايش احسن نصيحه ممكن تعطيها للناس. Come to us in search of like curing diseases, in especially cancer in its advanced stages. So what would be your best advice for those people? Well, there's two very appropriate parts to your question. One would be, of course, you know, the energy solutions to cancer, and the other would be energy solutions to bliss, and they're related. Okay. And first of all, functionally, all behaviors which increase the size of your aura are actually creating what was called your spiritual body, your ka, your boat into the underworld, which فبقول في جانب طاقي له علاقة بالبلس البركة, وفي إشي جانب طاقي له علاقة بالكانسر نفسه, بدنا نعرف نشتغل على التنين مع بعض. وهلا كمان حتى بذكر موضوع الأكل, فبقول أي إشي بنعمله بيزيد حجم الأورا الهالة تاعتنا, بيكون بيسكلي عم بيزيد الطاقة تاعتنا, عم بودينا باتجاه الصحة. Is quite literally to follow your bliss. Follow your bliss. كيف بدنا نزيد البركة هاي بالجسم؟
So once you understand what behaviors cause your aura to grow, you can begin to make decisions. So بدنا نفهم إيش الشغلات اللي ممكن نعملها اللي تزيد حجم الأورا تاعتنا. كيف لما نحكي إنه مثلاً الحالة النفسية هي العامل الرئيسي لمرض لشفاء مرض السرطان. هون هو عم بيحكي بنفس الشغلة بس طبعاً كمان من جانب روحاني قوي جداً إنه كيف نزيد البركة بالجسم. All decisions in life, exactly. For example, don't surround yourself with electrosmog and dead air, or your aura is going to collapse. نفس الشيء كمان بدنا ننتبه إنه ما نكون في وسط بيخرب على النظام الطبيعي أو الأوردر الطبيعي للأورا تاعتنا هاي. زي لما نكون مثلاً في محل فيه كتير إشعاعات أو في محل فيه كتير مثلاً بتعرفوا كهرباء انترنت كذا, او انه مثلا شكل الهندسي تبع الغرفه انه مش مناسب, او البيت مثلا فيه كتير كتير حديد انه في الجدران. كل هاي الشغلات بتاثر سلبيا على الاورا تاعتنا. And surround yourself with biological material and learn how to deep breathe. نحاول قدر الامكان انه نكون محاطين بشغلات بيولوجيكال, شغلات انه اورجانيك عضويه طبيعيه. So The physics of creating bliss is identical with the physics of. بحكي إنه كيف البركة ننشئ البركة بعلم الفيزياء. إنه هو بحب كل إشي إنه يفسر علميا بالطريقة هاي, مش معقول بصراحة. Reducing cancer in that sense, but more particularly, most particularly, the electrical understanding we now have, and you can read about this at therify.net. And also goldenmean.info/cancer, of what cancer is. Cancer is a failure to distribute charge, quite literally. Would be accurate, but general description of a cell with cancer. Okay, so هلا هم بناء على أبحاثهم هو بالنهاية ولك شو هو السرطان؟ ولك السرطان هو عبارة عن مشكلة في توزيع الشحنة بشكل صحيح. هلا الحلو في الموضوع إنه بهذا الكتاب تبع The Cancer Biopathy تبع ويلهلم رايخ حكى على نفس الموضوع 100%. بسبب الكبت والتربية الخاطئة بيصير في عملية نفس الشيء, كبت للشحنة, كبت للطاقة الحياة اللي موجودة في الجسم في مناطق معينة, بتبطل تاخد مجراها الطبيعي, وبناء على خلل التوزيع في الشحنة هاي بنشأ المرض. فهو هون عم بشرحها بشكل بفيزياء. مش عارف شو أحكي لكم يا جماعة, عن جد بعتذر بس الوقت خلص معانا. رح أحاول قدر الإمكان, لساتنا بنص المقابلة, رح أحاول إنه أكمل الترجمة خلال الأسبوع على أساس إنه ما نأخذ بث الجمعة المرة الجاي للترجمة. فرح أحاول كل وسعي إنه أكمله خلال الأسبوع, ومنبلش من هاي النقطة, منبلش من شرحه لمرض السرطان ومننطلق منها. أنا محظوظ كتير إني حكيت مع واحد مثل هيك. اعمل الفيديو تبع التأمل الشمال والجنوب, ومنشوفكم إن شاء الله المرة الجاية.